والحمد لله متمسكين بالدين الحنيف، فنصلي فروضا ونوافل ونصوم فرضا وتطوعا، ولكن مشكلتنا والدنا الذي يسيء معاملتنا في البيت، فهي أشبه بمعاملة البهائم إن لم تكن أسوأ، رغم أننا نوقره كل التوقير ونحترمه جل الاحترام ونهيئ له كل وسائل الراحة والهدوء، ولكنه مع ذلك يعاملنا ووالدتنا أسوأ معاملة، فلا ينادينا إلا بأقبح أسماء الحيوانات، ودائما يدعو علينا وينتقدنا في كثرة تمسكنا بالدين. وإلى جانب ذلك، فهو كثيرا ما يغتاب الناس ويسعى بالنميمة بينهم، ويفعل هذه الأفعال مع صلاته وصيامه، فهو محافظ على الصلوات المفروضة في المساجد، ولكنه لم يقلع عن هذه العادة السيئة حتى سبب لنا ولوالدتنا القلق والضجر، فقد سئمنا صبرا وأصبحنا لا نطيق العيش معه على هذه الحالة. فما هي نصيحتكم له، ونحن ماذا يجب علينا نحوه؟ جزاكم الله خيرا. أولا، يجب على الوالد أن يحسن إلى أولاده، وأن يستعمل معهم اللين في وقته والشدة في وقتها، فلا يكون شديدا دائما ولا يكون لينا دائما، بل يستعمل في كل وقت ما يناسبه، لأنه مرب ووالد، فيجب عليه أن يستعمل مع أولاده الأصلح دائما وأبدا. إذا رأى منهم الإحسان لا يشتد عليهم، وإذا رأى منهم إساءة اشتد عليهم بنسبة تردعهم عن هذه الإساءة، ويكون حكيما مع أولاده، هذا هو الواجب عليه، فلا يقسو عليهم بما ينفرهم، ولا يشتد عليهم من غير موجب ومن غير مبرر، بل يحسن أخلاقه معهم، لأنهم أولى الناس بإحسانه وعطفه، وحتى ينشأوا على الخلق الطيب والدين والعادات السليمة. أما إذا نفرهم بقسوته وغلظته المستمرة، فإن ذلك مدعاة لأن ينفروا منه وأن ينشأوا نشأة سيئة. فالواجب على الأب أن يلاحظ هذا مع أولاده، لأنهم أمانة عنده وهو مسؤول عنهم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما واجبكم نحوه فهو الإحسان والصبر على ما يصدر منه، هو والدكم وله الحق الكبير عليكم وأنتم أولاده، فالواجب أن تحسنوا إليه وأن تصبروا على ما يصدر منه من قسوة، فإن ذلك مدعاة لأن يتراجع وأن يعرف خطأه. الله تعالى أعلم.